في البداية مقاطع سريعة من الحلقتين الأولى والثانية من اعتراضاتي على الدين. طبعا راح يطلع واحد يقول لك أنت تدعو لهدم أخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده. أنا أقول له نعم أنا أدعو لهدم أخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده، يعني شنو تتخوفني؟ لا ما لك حق أصلا حتى بالاعتراض على هذا الدعوة، لأنه هدم أخلاق هذا المجتمع وعاداته وتقاليده هي أول أساس من الأسس التي يجب، أول شيء نفعله هو هذا تدمير هاي العادات والتقاليد السيئة التي أدت بنا إلى ما نحن فيه، وليس العكس. هل أن الدين قدم ما ينفع البشرية طوال تاريخه الطويل؟ وهل أنه مرض كما قال الشاعر الروماني القديم لوكريتوس؟ هذا الدين يمكن أن يفعل كل أنواع الشرور بالمجتمعات لو هيمن عليها رجال الدين. كيف سقطت الحضارات؟ سقطت مجرد ظهور الدين. معظم رجال الدين يتبعون الحاكم والخليفة ويطيعونه 100%. بعد ذلك أصبح للدين حضور قوي أدى في النهاية إلى سحق الحضارة الوليدة اللي شارك بإنتاجها عشرات المفكرين والكتاب من مختلف العقائد كانوا ومن مختلف اللغات والأجناس البشرية. وصل الأمر إلى سلب حق المرأة بالكشف حتى عن اسمها. تخيلوا وصل بينا هذا الحال إنه امرأة اسمها ما أصبح عار، ما معقول. يعني هل يقل هذا الشيء؟ يعني يعتبر حاجتها الجنسية ومثل حاجة الأكل والشرب والتنفس مثلا يعتبرها حاجة غير مشروعة. ليش؟ لأنه لازم يطيع رجل الدين. هاي جريمة كاملة بصراحة. شخصيا أنا عانيت منها هذا كثيرا. الواقع الموجود شو يقول؟ أنت تجعل من جيل كامل من الشباب بنات وبنين يشعرون بأنهم مذنبين لمجرد أنهم استجابوا لغرائزهم الطبيعية أو حاولوا أن ينفسوا عن هذه الغرائز الطبيعية بطريقة أو بأخرى، وهم أتهم الشباب والأطفال عادة أتهم رغبة بالتعلم ورغبة، لكن مو رغبتهم مو أن تستغل هذه القضية لصالحك وتحولهم إلى قطيع من الأغنام الذين يجب أن يطيعونك ويشعرون بالخطيئة في كل خطوة أو كل فكرة داخل أنفسهم. هاي جريمة كبرى أعتبرها. راح نوصل الآن إلى نكتشف بها الجوهر الثالث من جواهر الدين السيئة، وهذا أضعه تحت مفهوم أسميه تشويه الحواس. رجل الدين يرى أنه كل ما جرى تشويه الحواس الإنسان الطبيعية والطعن فيها وفي قيمتها ارتفعت رصيد الدين ورجل الدين. مثلا رجل الدين بحاجة إلى نساء يلدن له، ذكرت هذا الشيء لمحت إلى قبل شوية، يلدن له جنود محاربين مطيعين أتباع، وهذول يربيهم على إيده ويلقنهم على دينه وعلى مفاهيمه وعلى أشياء، وبعد ذلك هو ما يصيرون تحت أمره يضحي بهم متى ما شاء في حروبه اللي ما تنتهي مع منافسيه من رجال الدين من مختلف الأشكال. دائما رجل الدين عنده ناس كفرة أدى رصيده من التابعين ويحاول أن يزيد هذا الرصيد على حساب الآخرين، بالتالي هو رجل يحتاج هاي النساء. هذا يستدعي حجب النساء أو يحجب النساء عن الرجال. وصلوا إلى مناطقنا إلى درجة أنه يحجب تماما النساء عن الرجال. ماذا يفعل؟ يوحش، يزيد من عدوانية الرجال ويرفع من هاي نسبة هاي العدوانية، وحتى إذا تحرش بالمرأة يعتبر هذا شيء له علاقة بالخلل بالمرأة لأنه طلعت، مو لأنه هو الرجل بطبيعته يقول لك هو عدواني، ليش طلعين تحرضين الرجل على الشهوة؟ هذا معناها أنا شرحتها بشكل دقيق بحلقة قبل سنة، أكثر من سنة وشوية. المهم حرمان الأطفال والشباب من المعرفة الجنسية هو أمر أعتبره خطير جدا، مخزي، وأعتبره وصمة عار في جبين كل الأديان الشائعة أو الموروثة. هذا صحيح أنه إحنا المعرفة الجنسية الآن أصبحت ممكن أي واحد بعمر صغير ممكن يتعرف على أشياء كثيرة عبر المواقع الإباحية، لكن تبقى خطيئة، ويشعر الطفل والمراهق يشعر بأنه مارس العلاقة بالخطيئة ويستاهل الدخول إلى النار. هذا يتحول إلى سبب رئيسي من الأمراض العصبية والسلوكية للشباب المتدينين أو يعيشون في وسط متدين، يظل يعيش في حالة صراع مستمرة، وهذا يؤدي إضافة إلى التجريد من شخصيته وتدمير شخصيته، وهذا الهدف اللي يطالب به رجال الدين، يؤدي به إلى أن يحدث تمرد داخله تعتمد على شخصيته هو وعلى طبيعته الخاصة.
بعضهم يصير عنده تمرد، يمارس اغتصاب، تحرش، انتحار، كثير منهم ينتحرون، بنات وولد، مو بس نسبة الانتحار أكبر نسبة الانتحار في مناطق العربية المسلمة، لكن أغلبها لا تسجل بصفتها انتحار لأنها تعتبر هذا سيء لعائلة المنتحر. هاي كلها واحدة من أسبابها الرئيسية والأساسية هي تحريم جنسي أو التفكير، حتى التفكير بالجنس عندهم حرام. أشير إلى ملاحظة مهمة، أنا لا أنفي بأن هذه التشريعات كانت مهمة في زمنها، لكن أن بقائها لهذه اللحظة يجب أن يعاد النظر فيها، وهو هنا المشكلة، وهي أن هذه التشريعات لم تترك أي فرصة لتعديلها، جعلت هذه التشريعات مقدسة، وهذا المعضلة الكبرى التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة، أصبحت متحجرة في قالب الماضي ولا تستطيع المراجعة. أي واحد يفكر بالمراجعة أو يقول هذه مشاكل خطيرة ويجب أن نتجاوز تراث الماضي ونبدأ من جديد، هنا نصادف هذه الإشكالات، وستجد عشرات يواجهون الآن ويقول لك أنت تدعو إلى الجنس الحر، أنت تدعو إلى كذا وكذا، هذا كلام لا علاقة له. المسألة أنا أدعو إلى عادة النظر، رفع هالة المقدسات وقراءة الأمور بطريقة صحيحة وعملية تنفع الناس أجمعين، وأيضا تحد من الفساد الأخلاقي والانحلال الأخلاقي. وعليه فما أعني بالجنس الحر في الجزء الثاني من هذه الحلقات، أنا أعني بأن هذا الجنس هو من حق الإنسان أن يمارس حياته الجنسية، أن يتعامل مع جسده بطريقته الخاصة وأن يحترم هذا الحق، لكن هذا لا يعني عدم وجود عمليات ضبط جنسي واجتماعي، لأن المجتمعات لا تقوم دون وجود هذا الضبط الجنسي، هذا مسألة محسومة. لكن الجنس الحر لا يعني بحرية ممارسة الجنس بشكل مفتوح وفاحش وفتح أماكن للدعارة، هذا أماكن قبيحة لا يوجد أي مجتمع يتقبلها. لكن الجنس الحر بمعنى أن الجنس مو معنى الجنسي المعنى السكس، لا، الجنس كلمة محترمة، احنا شوهناها وحولناها الى كلمة غير محترمة. لا، الجنس عندما انت تيجي تجي على شهادة الميلاد مكتوب الجنس، هذا هو المعنى الذي اقصده، وهي اصلا حتى هذه الكلمة هي اصلها نكاح بالعربية وتحولت الى الجنس من كلمة يونانية هي جنس نفسها، هذه نفس الكلمة اليونانية أخذت لكي تعطي تعبير لطيف لكلمة النكاح العربية. لكن مع هذا الآن في عصرنا الحالي كلمة جنس أيضا تم تشويهها، لهذا عبارة الجنس الحر التي في الجزء الثاني تعني الجنس بمعنى الجندر معنى أو الجنس، هذا كما ترون هو أكو خمس معاني مشتقة من أنتها، هاي المعنى الثالث هو معنى الذي يتعلق بالحديث يعني العصر الحديث، شوهت كلمة الجنس اللي هي أصلها يوناني واستعان بها العرب قديما. السؤال الآن، كيف ممكن أن ننشئ جيل سليم العقل ونحن نحجب عنا أهم الحقائق الأساسية في حياته وبأوامر مباشرة من المؤسسات الدينية؟ كيف؟ السؤال هذا يجب أن يكون أول سؤال جميع مؤسساتنا الحكومية والاجتماعية والمدرسية والتعليمية، كيف ننشئ هذا الجيل السليم العقل وهنا أهم معلومات الأساسية نحجبها عنه؟ كيف؟ هذه وحدها جريمة مكتملة الأركان بحق البشرية كلها، مو بحق الشعوب المسلمة والمتدينة فقط، لا، لأن المسلم ما عاد يعيش معزول في قمر أو في كوكب منفصل، لا، إحنا كلنا متصلين مع بعضنا بطريقة أو بأخرى. اما يجي واحد راح طبعا راح يقولون ضرب منحل، مجتمعات منحلة اخلاقيا، وهذا حجة زائفة، والمنحل بالحقيقة هو مجتمعاتنا، المقارنة بالتالي مع الاخرين لا تجوز، خاصة انه رجال الدين والمؤسسات تمنع نشر المعلومات وبل تمنع جمعها ونشرها، فمن اللي يقدر يقول الان او يجزم بعدد المنتحرين، بل كم عدد الشيعة، خلونا من العدد يعني أشياء أساسية مثل كم عدد الشيعة، كم عدد السنة، كم عدد المسيحيين، كم عدد الملحدين، كم عدد اللادينيين، كم عدد البهائيين، كم عدد اللادينيين بشكل عام، ما نعرف. واضح أن شعوب ترفض أن تعرف نفسها، بل تخاف أن تعرف نفسها أصلا، وكأنها تعرف أصلا ما تخاف منه وتخاف أن يجي كشفه، شيء مهزلة، مهزلة كاملة. فقط الإحصاء السكان الطبيعي أنه مرات أكو مقاعد برلمانية للمسيحيين،
مقاعد للشيعة، مقاعد للسنة. ماكو بلداننا لحد الآن ممنوعة بدون إحصاء سكاني. أليس هذا دليل انحلال؟ أليس هذا دليل على خشيتنا من المعلومات الخاصة بنا؟ يعني هسا أنا دا أقول إنه جريمة بأنه نحجب المعرفة والأشياء الآن نحجب المعلومات الأساسية الخاصة بمجتمعنا. كيف تتعامل معه؟ هنا المؤضل، يعني هذا العار اللي ما بعد عار، لكننا صامتون. لماذا؟ لأن هناك رجل دين وهناك مؤسسات سلطوية تمنع الحديث، فالأتباع يتعودون على الإذعان والامتثال. واحدة من كلمات الدين هي الامتثال والإذعان والطاعة العمياء، فبهؤلاء يمارسون الطاعة العمياء وحتى ينتقدك ويهاجمك ويوظف نفسه لمهاجمتك فقط لأنك أشرت إلى حقيقة مزعجة لأسيادة ولمن يعبدهم بدلا من ما يسمى الله أو النبوة أو الإسلام. هو يعبد رجل الدين ورجل السلطة. قبل 30-40 سنة ما كان أكو حديث عن الدين. فترة 30 سنة من حياة مجتمعاتنا كان أكو عبادة الرمز، عبادة جمال عبد الناصر، عبادة صدام حسين، شخصيات سياسية، وكان الحديث كله يدور على الدين، كان هو مهمش. وكان كل بس مجرد أن تحدث لك تضد الدولة، أنت خائن، أنت عميل، أنت صهيوني، أنت عميل الإمبريالية، أنت بروتوكولات. نفس المنطق الآن يزور. هذا دليل على أن الناس لا تؤمن بل تعبد حكامها ورجال دينها ومن هو الأقوى فقط. أختم بهذا الفقرة وأقول بأنه هذه هي ثقافة منع تداول المعرفة وحجبها عن فئات واسعة من المجتمع وعدم السماح أو لا سماح بتداولها، خاصة أبرز المعلومات وأهم المعلومات. هناك من يقول أننا في اختبار إلهي، أن العاقبة والجزاء في الآخرة، وهذا كلام تافه. كل ما يحدث هو من مسؤولية إله الدين أو أهل الدين ورجال الدين ورجال السياسة المتحالفين معه. بعض يقول لك لا أنت تقصد تجار الدين. لا، ماكو حبيبي تجار دين، هو كل رجال الدين هم تجار دين، لأن يعني كلمة التجار هي معناها المبشرين. حتى كلمة تجار الدين هو ماكو شيء غير تجار الدين، ولا وجود لرجال دين، هم كلهم تجار دين أصلا بلا استثناء، مو الآن، منذ فجر التاريخ، بما في ذلك كبار الأنبياء، مع احترامنا للجميع. هناك من يقول بأننا في اختبار، أن ما يجري حكمة إلهية. أنا أعتبر هذا الإنسان عديم الإحساس، هذا الإنسان يسوغ انتشار قيم القسوة والعنف والسادية والإجرام. هذا يجب أن نعرف لماذا يتحدثون أناس بهذه الطريقة. ليش يقول لك هذا اختبار وتجربة للإنسان وحكم للحكم على إيمانه؟ علينا أن نعرف ما هي مصلحة هذا الشخص الذي يتحدث بهذه الطريقة، الذي يسوق هاي القضايا العنيفة والتافهة والتي تضر الإنسان. الحجة اللي السبب أنه يريد الناس لا يفعلون أي شيء، لا يمكن أن لا نساعد الناس، أن لا نجرم الفقر، لا نعالج المشاكل. ليش؟ لأن المساعدة تضرب مصالح رجال الدين ورجال الطبقات الحاكمة والمهيمنة، لأن المساعدة، مساعدة الناس ومعالجة مشاكلهم تتطلب اعتراف بوجود أخطاء، بعد الاعتراف بالأخطاء عالجتها، ومعالجة تتطلب أموال. معناتها بالنهاية هاي الأموال يجب أن رجل الدين أو تجار الدين والسياسة وحلفائهم راح يطلعون من جيبهم وينطون للناس، وهذا الشيء هم ما متعودين عليه، هذا شيء خارج المال. فبالتالي وش يسوي؟ يحجب ويمنع تداول المعلومات ويحول الناس إلى قطيع من التابعين المطيعين، ويعطي بعض الأسماء كلاب الحراسة ويطلعوا لك في كل مكان. يعني يطلعوا لك الآن، بدأوا يطلعوا لك بالفضائيات، يطلعوا لك كمحاورين، يعني شخصيات مؤثرة اجتماعيا، يعني انفلونسر. فهذا الشخص مثل عبد الله رجدي يرتبوه. هذا عبد الله رجدي مو نجم، هو نجم الآن، نجم إعلامي في الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، لكن هو بالحقيقة مو نجم. النجم هو النجم نفسه، حتى إذا جينا كلمة نجم، واحد من النجوم، النجم هنالك من ينتجه، من يعده، من يرتبه. لا يوجد نجم بدون وجود فضاء يحركه ويجعله نجما. فبالتالي هذا يعرف أكو منتجين لهذه الشخصيات، ماكو شيء اعتباطي. إحنا الناس ما يتابعوننا إلا القلة،
لانه ماكو احد ينتجنا، ماكو احد يخرجنا، ماكو احد يدعمنا. فبالتالي احنا جهدنا الفردي، ونلقى عدد قليل من الناس الاحرار لأتهم ذهن صافي وحقيقي يسمعونه. الان اختم بالفقره الاخيره واسال سؤال: ما هي اعتراضاتي على الدين؟ انا عندي اكثر من اعتراض، راح الان اقدم فقط اعتراضي المعرفي. ابدا بالقول بان الدين يقول انه دين صحيح، واتى برساله صحيحه صحه مطلقه. طبعا كل الاديان تقول هذا، الاديان الشموليه او السلطويه تقول هذا الشيء. طبعا هذا القول اول شيء لا يوجد اي دليل عليه، هذا اولا، ولا معنى له ثانيا، ولا يبرر او يشرع وجود دين او اي شيء ثالثا، ورابعا هو مدمر للمجتمع بالاكمله. اشرح اولا، وهو ان لا يوجد دليل على صحه هذا الدين. السبب هو اننا لا نعرف ما هو هذا الدين اصلا، فمن يقول لنا ما هو هذا الدين وله الاجر والثواب؟ يعني شلون نعرف صحه الدين وصحة شيء احنا ما نعرفه بعد؟ يعني كما مثل ما كنا ما نقول ان هذا الصراط القويم مثلا، فما هو الصراط؟ وهل هنالك اثنين يتفقون على معنى هذا الصراط؟ زين، ايضا اذا وجدنا لماذا هو قويم، وهل ان القوامة هي امر جيد؟ ربما يكون الشيء القويم هو غير جيد في موضع معين، وهكذا اسئلة كثيرة. هذا كله كلام لا معنى له، لأن مدلول كلمة صحيح لا وجود له في الحياة، والوجود بأكمله على الإطلاق. كلمة صحيح كلمة أسطورية لا وجود لها. ثالثا، وهذا ما أشرحها لأن موضوع فلسفي، الأمر الثالث الخطأ هو أن هذا القول لا يبرر أي شيء. شو يعني دين صحيح؟ يعني لا يبرر أنه هنالك شرعية للدين، قضية مو أنه صحيح. يعني أوكي دين، اهلا وسهلا، قول انا ما اريد تقول لي دين صحيح، قول لي دينك مفيد، انا اذا اعرف دينك مفيد او غير مفيد، وبعد ذلك طلع لي قائمه بالاشياء التي فادت الناس. لا احد يقول عن منهجه او عمله بانه صحيح. الانسان المضبوط او الذي لديه توجه وايمان حقيقي ما يتحدث عن ان منهجه او دينه او عمله او اي شيء او مشروعه هو صحيح. يقول هذا الشيء اللي عمله ومفيد للناس. ما هي الفائده؟ حدد لي، مو كلام، مو تطلع توقف لعن المنبر وقال لي هذا مفيد وجمع شمل الناس وأصان أخلاقهم. هذا كلام في الحقيقة ما موجود. أعطيني أرقام وإحصاءات دقيقة شيء واضحة على الصعيد المجتمع بأكمله. هذا كلام ما يصير، يعني عيب أصلا. بالدليل أنه من يقول هذا الشيء قصد يبالغ بهدف إلغاء الآخر، أنه ما دام أنا صحيح فالآخر غير موجود، الآخر أي واحد يعترض عليه هذا هو على خطأ، وبالتالي أمتلك حق إخضاعه ومن ثم استغلاله أو حتى إلغائه. كما نعرف أن الدين هو الإيمان، والإيمان هو العمل. أين العمل؟ إذا تقول هو الدين هو الإيمان والإيمان يتطلب العمل، هذه واحدة من التعريفات، فأين العمل؟ شرط الإيمان هو العمل. يعني أنت ممكن أن تكون مؤمن بس أنت شنو الفائدة إذا ما تسوي شيء؟ أين العمل؟ حدثني عن العمل ولا تحدثني عن الصحيح. الصلاة والصوم وأداء الفرائض هذا عمل لا يعتبر عمل في صالح المجتمع، ويتوافق مع ادعاء الدين بأنه هو يعمل في صالح المجتمع والجماعة، فهذا العمل لا يصب في خدمة المجتمع، إنما يصب في خدمة رجال الدين والحكام مباشرة، وهذا الكلام هو قمة الأنانية والنرجسية. رابعا، أنا أقول أن هذا القول بأن الدين صحيح هو القول مدمر لأي مجتمع، وهدف تدمير المجتمع أو الجماعة بالضبط والسيطرة عليها، لأن إذا ما تدمر المجتمع والجماعة ما راح تسيطر عليهم. بالتالي وجود دين صحيح يفترض وجود بشر صحيحين، وجود عالم صحيح، يفترض وجود حياة صحيحة، ويفترض وجود قارئ صحيح وشريعة دينية صحيحة. يعني تخيلوا حال بشر يطالبون بكل هذا دفعة واحدة ويؤمنون بوجوده وأن هذه القضية ممكنة، هذا جنون كامل. إحنا المشكلة ما نفكر بمعاني كلامنا والطريقة اللي نقول بها أنفسنا إلى الحقائق. هناك أمر خطير آخر، وهو أنك عندما تقول أن دينك صحيح، هذا معنى أن ما هو جيد في نظر غير المتدين ليس جيدا في نظر المتدين. هذا راح يودينا وين؟ يودينا إلى منطقة أسوأ، وهي أنني يجب أن نؤمن بأن ما تقوله جيد وصحيح
بغض النظر عن وجود أي دليل على قولك. الخطورة ليست هنا أيضا بل أبعد، بأننا سنصنع مجتمعا متخلفا يعتاش على ما يقال له عن الصحيح، أي أنه لا يحتاج للأدلة ولا البراهين في تحصيل معارفة، بالتالي تصير المعرفة مجرد معرفة غيبية غير عقلية ولا توجد عليها أي أدلة دامغة، مجرد نتلقاها مأمورين مذلولين من رجل الدين ونتبع ما يقول ونحن مغمضي الأعين. لا نحتاج أن نتعلم، نبقى مغمضي الأعين ونتبع كما تتبع العنزة الجرباء عمياء قطيع. الأخطر أننا سنعادي، لأن الموضوع الأخطر من كل ما سبق، أننا سنعادي كل من يحدثنا عن أهمية الاحتجاج بالبراهين، وسنحارب من يتطرق إلى أي حقيقة أو الكشف عنها أو يطالب بالكشف عن الحقائق والبرهنة عليها. واحد منكم آني وعشرات أو مئات من الناس النبلاء في قنوات اليوتيوب حاليا الذين خرجوا عن الطوق، وستتبع رأيهم الملايين، لا تتبعهم هم بل ستتبع من تتبع منهجهم الملايين، وأنا واثق من هذا المسألة. هذا الأخطر، أخطر أنه لا ننساق وراء العلم، لا نحتج بالبراهين والأدلة. هذه الدعوة من عندما يتحدث لك عن الدين الصحيح معناته حرب، معناته أنت غلط، وسيحاربون كل من يطالب ببراهين لأنك هو الدين صحيح. بعد ليش تفكر؟ ما كنت أتفكر، أتفكر ولا ترى عندنا دين صحيح، لا تفكر، كل شيء لسوي مجرد امشي خلفي. وأي واحد يتحدث عن حقيقة ويطالب بتقديم براهين هذا كاذب وكافر وملحد وقصة طويلة. أي أن العالم يصبح فقط هو ما نؤمن به، كل حقيقة عدا هذا هي تصير مرفوضة، وهذا اللي هو العمى المعرفي المرضي، وهذا هو اللي ما يحذر من الخروج عليه رجال الدين بالمناسبة. ودائما تلاحظون هذا العصب تفكيرهم بهذا، إنه لا تطلع عن الخط، لا تخرجون عن التعليمات. هنا راح نكشف الجوهر الخامس للدين، وهو أن الدين يفتقر للنزاهة وشرف الخصومة. لا يوجد دين نزيه، الدين الشائع، أنا لا احترام معك معتقد أي شخص، لكن الدين الشائع والموروث دين فاقد للنزاهة بالقوة والفعل كما يقول أرسطو. المهم هذا الأمر الخطورة انسحب إلى الجميع، إلى المجتمع والدولة وكل شيء، الغلغل في كل مكان، أصبحنا شعوب غير نزيهة وغير صريحة وتفتقر إلى الشفافية. لا يجب أن ننتقد الحكومة، لا يجب أن ننتقد أحد، لا، أي انتقاد يصبح عدم احترام، يصبح ازدراء بالأديان بالناس، هذا أدى إلى انعدام كل القيم الحقيقية، انعدام النزاهة والشفافية لديهم. يعني لا يمكن أن تنتقد مو بس الدين، حتى رجال الدين لا يمكن، لا تجد شخص يتحدث ضد رجال الدين. الآن خلنا نفترض أنه أكو، خلنا نقول أنه الدين صحيح، زين ما يخالف، علينا أن نعرف مصدر هذا الدين. زين إذا قلنا الدين صحيح، زين هو من أين أتى هذا الدين؟ ما هو مصدر هذا الدين؟ راح نشوف أنه يقول لك مصدر الدين هو الله. زين الله هل هو موجود؟ ما راح يجاوبه، ماكو دليل عليه. راح يقول المتدين لا، لابد أنه وجود، هناك غاية لوجودنا، وهذا غاية لوجودنا هذا كلام فارغ ما له قيمة. احنا خلال 100 سنة المضت عرفنا حصتنا من هذا الكون، احنا ذرة، مو ذرة رمل، احنا ذرة رمل بالمنظومة الشمسية، فالمنظومة هي ذرة رمل في المجرة، والمجرة نفسها ايضا ذرة، فلا احنا ما عندنا حصة بهذا الكون، وهذا الكون لم يوجد من اجلنا، ومن صدق من سيصدق بهذا فهذا انسان مخبول ومعتوه. وحتى لو صدقنا باننا ان هنالك اله عظيم خلقنا، فهذا اللي خلق هذا مو شيء جيد، يعني احنا ما زلنا مشاكلنا لا تنتهي، بدليل انه انا انطي راي الان يطلعوا لي 1000 واحد يحتجون عليه. زين دول الله ليش ما خلاهم يفتهمون ويتقبلون طرح الاراء ويتقبلون كلامي ويحترمونه ويصير تداول فيما بيننا؟ يعني هذا الإله العظيم ما قدر يسوي حتى هاي؟ فأكو مشكلة. يعني أنا ولا أتحدث ضد الإله، ولست ملحدا ولا علاقة لي بالإلحاد على الإطلاق، ولا باللادينية ولا بأي شيء، أنا مجرد أفكر وأمارس تفكير، وموضوع الإيمان الشخصي موضوع خاص مختلف. أختم ما أقول، بعد ذلك راح أتحدث عن الاعتراضي، الآن أتحدث عن الاعتراضي المعرفي
وراح أتحدث عن اعتراض الأخلاقي واعتراضات أخرى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا وآسف على الإطالة. مع السلامة.